المبادرة الهدف بتاعها ان احنا بنطلق المبادرة دي لسببين، ان هو بنساعد الدولة في البرنامج بتاعها بتاع التأمين الصحي الشامل والتسجيل والكشف على المواطنين في أسوان والأقصر، ومتوازي ليها التأديف بطول النيل من أسوان لراس البر أو دمياط، بهدف ان احنا نقول ان هو حق مصر والمصريين في النيل ده حق طبيعي. ونتمنى ان الهاشتاج بتاع حق مصر والمصريين في النيل يكون ليه انتشار دولي من هنا لحد 30/6، وان هو مع الحدث بتاع كسر جينيس ريكورد 150 كيلو في يوم واحد في القاهرة يوم 25/6 يكون الهاشتاج ده وصل ليه ان هو يكون هاشتاج عالمي ملوش دعوة بشخصي ولكن ليه دعوة بمصر. المبادرة ان احنا هنقدف 50 كيلو يوميا بمعدل 50 كيلو يوميا لمدة 30 يوم بالهدف الوصول الى راس البر على يوم 30/6 ان شاء الله. 150 كيلو تأديف في يوم واحد، وان شاء الله يكون يوم يتسجل فيه ان هو حد مصري ابتدها وكسر الرقم العالمي وتسجل باسم مصر.